دول العالم النهارده حضراتكم البيوت افضل، المتابعه من المنزل افضل من الشارع، لانه قدام حضرتك التلفزيون وسائل الاعلام كلها التي تنقل هذا الحدث العالمي كلها هتنقل ما يجري على مدار اكثر من ساعه ان شاء الله، واحنا بنتابع مع حضراتكم دلوقتي لحد الساعه 11. يشرفنا النهارده الدكتور احمد بدران، اولا تحياتي. منها دول ثلاث بتوع ورا بعض، هنا عندنا برديات يونانيه وعملات يونانيه، اللي بعدها نسيج قبطي وعملات بيزنطي، اللي بعدها نسيج اسلامي وعملات اسلامي. ده تابوت تم استرجاعه من المتروبوليتان ميوزيوم في الولايات المتحده سنه 2019، كان خرج من مصر بشهاده مزوره سنه 1971 وتم الرجوع الى مصر عام 2019. فبنحطه هنا، واحنا طبعا كنا سعداء بالخطوه اللي خدوها الامريكان، وطبعا كل دول العالم اللي عندها اثار مصريه او حضارات اخرى ترجع كله يرجع بطريقه غير شرعيه. ثم بنخش هنا على العصر الاسلامي، جزء من القصر الابيض، جزء من المشربيه، ثم بنوري هنا خليط رائع. اللقطه دي هي تمثل الحضاره المصريه، خرجنا من الفرعوني واليونانيه عشان نلاقي هنا حنيه من بويض من الواحات، وراها صندوق توراه يهودي، وراها الابايد والمشكوات الاسلاميه والخزف الاسلامي اللي بيشبه البيت الذهب. ده منبر للمسجد ابو بكر المظهر، كان موجود في مكانه في حاله جبناه هنا عشان يبقى يتعرض بحاله بشكل شغل التكفيت. الابواب الاسلاميه بالاشكال المجنيه، الاطباق المجنيه اللي مرسوم عليها العصر المسلوكي، كراسي صناديق مصحف كبيره، الاسترلاب، حطينا في النص الكبير اسماعيل، حطينا طلع حرب، بورتريه محمد علي، الملك فؤاد الاول، عملنا مكان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الأمارات. طبعا ايه كل الأمارات دي. بتشرف النهارده بالتواجد مع حضراتكم لتقديم حدث مهم ومرتقب، حدث العالم كله بيتابعه باهتمام عالي وشغف، شغف بمصر بتاريخها بحضارتها وعظمتها، شغف بماضيها وحاضرها. الشغل اللي بيحصل على ارض مصر النهارده دليل حي على اهتمامنا بتراثنا وتاريخنا والمحافظه عليه، متظاهر في المجهودات الكبيره اللي بتبذلها الدوله المصريه لحفظ وترميم ومعالجه الاثار والاماكن التراثيه. في نفس الوقت وبالتزامن مع حركه التوسع العمراني والمشروعات القوميه العملاقه، مصر بتبني متاحف حديثه مصممه باحدث الاساليب والتكنولوجيا الرقميه لعرض
وحفظ ومعالجة الآثار زي الصرح اللي احنا فيه النهاردة. المتحف القومي للحضارة المصرية واحد من أهم المتاحف في العالم المخصصة لحضارة واحدة، والنهاردة هيستقبل 22 موميا ملكية بتشريف وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 22 موميا ملكية هتقوم برحلة أخيرة، رحلة ذهبية من المتحف المصري بميدان التحرير عشان تستقر في مكانها الأخير هنا في المتحف المصري للحضارة المصرية في البوسطات. مجهودات جبارة قامت بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة واليوم نجني ثمرها. جمال ايه وشك ايه حبيبي يا سيسي، حبيبي يا سيسي. لا بس ولا يا بنت عايزه اقعد معاك. المحتم المهندس المصري العظيم الوزير وكبير الكهنة واللي اصبح اله الطب بعد كده، هو اللي صمم وبنى المجموعة الجنائزية دي من 4700 سنة فاتوا 2700 قبل الميلاد عشان يكون أول وأقدم بناء معماري حملي في التاريخ. بعد توقف دام 6 سنوات بدأ العمل مرة تانية على ترميم هرم زوسر ليعود لهيئته المهيبة ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020. أطعم الخبز لمن لا حق له واترك وراءك أثرا طيبا يبقى أبد الدهر. الأثر اللي سابهولنا المصريين من 4400 سنة وهنشوف دلوقتي هو مقبرة وحدي اللي اتحفرت جوه الجبل 300 سنة بعد هرم زوسر، واكتشاف وإعداد المقبرة اللي هنشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018. إحساس لا يوصف لما تدخل المقبرة وتشوف دقة النقوش والألوان. 65 تمثال منحوت في الجبل. احنا شايفين ان المقبرة دي مقبرة عائلية، بنتكلم على عمق 10 متر تقريبا، بنتكلم على 3 متر عرض، بنتكلم على مناظر من الحياة اليومية من اجمل ما يكون. ما يميز المقابر عندها بدقة تفاصيل مناظر الحياة اليومية. منطقة كوم الشواف من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية. I'm very excited to show you this place today because unlike so many decades past, we used to go inside and smell the humidity and see a lot of water, and there was even a part of the tomb that was completely inaccessible. In 2017, a very ambitious project started to do a complete pump out of the waters from here and drying up this place. 2 years. They finally managed to completely lower the water level that was completely affecting and endangering this camp home. And this project was inaugurated in 2019. معبد اليهودي في اسكندرية بناه المصريين في القرن الـ14. مصر رممت هذا المكان وتم افتتاحه في 2020. أستاذة مجدي هارون، أول مرة تدخلي معبد إلياهو هامبل في اسكندرية بعد ترميمه؟ لا، أنا بتعرف الافتتاح. إحساسك كان إيه؟ إحساسي كان بصراحة كنت بعيط من الفرحة، بدأت تهتم بيا. الدايرة دي فيها حجارة أنا ملاحظ مختلفة عن بقية المعبد. دي أوقات المعبد القديم. وهم بيرملوها بكتر، يعني المنفذة دي ما كانتش موجودة. أكرم أباك وأمك، لا تخطب، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي ما يملكه جارك، لا تنطق باسم الإله الرب الباطل. الاسم بتاعها كنيسة السيدة العذراء، انما الاشهر المعروفه الكنيسه المعلقه. اولا ليه سموها كنيسه معلقه؟ سميت بالكنيسه المعلقه لانها بنيت على برجين من ابراج حس بابليون اللي هو كان حس روماني بيرجع للقرن الثاني الميلادي. فالترميم الاخير ترميم شامل
قاموا بترميم هيكل التحت والبنيه التحتيه للكنيسه وشفط المياه. قبل الترميم كانت المياه بتغمر الحصن، ما كانش ممكن حد يخش فيه يعني على ارتفاع كبير. كان في مياه ما حدش يقدر يخش من طبعا. الحضاره هي ان يبقى عندك حريه تمارس عبادتك في وجود عبادات اخرى يعتقدها اخرون. على هذه الارض كل يوم تمارس حريه الاديان، كل واحد له الحق يمارس ما يعتقد. الكنيسه المعلقه كانت اول مقر بابوي لبابا الاسكندريه بعد انتقالها من الاسكندريه للقاهره، بتضم العديد من رفاق القديسين، ايقونات المسيح عليه السلام والسيده مريم. الشاهدين سرجوس واخس، الشهيره بكنيسه ابي سيرجا مصر القديمه، بتعتبر من الكنائس المهمه في مصر في رحله العائله المقدسه. كنيسه اتبنت في اوائل القرن الخامس الميلادي او اواخر القرن الرابع الميلادي، اتبنت فوق المغاره اللي احتمت فيها العائله المقدسه. الكنيسه مبنيه على الطراز البازيليكي وترممت مراحل عديده في التاريخ، لكن من اعظم مراحل الترميم اللي تمت في العصر الحديث تم ترميم الكنيسه ترميم شامل لكل الحوائط اللي هي الجزء الانشائي وبعدين الجزء المعماري في التشطيبات بتاعتها بموافقه هيئه الاثار، وجه قداسه البابا فوادرس الثاني افتتح الكنيسه في 2016. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بهذا المكان الرمز التعبد من أجل الحصول على لقاء كريم مع الله في الآخرة، والتعبد من أجل حياة أفضل عن طريق الحصول على العلم. الأزهر، الجامع والجامع. الله الجامع اتبنى 1970 يعني في اواخر القرن العاشر. ايوه. وخلص في سنتين. ايوه. افتتح 1972. ايوه. اقيمت اول صلاه فيه 7 رمضان الموافق 21/8/1972. الترميم الاخير اللي حصل من 2015 ل 2018 لحد ما افتتحوا فخامه الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، افتتحوا من 6 مارس 2018. كانت كل حته في الجامع تم الاهتمام بيها. متحف الفن الاسلامي هو اكبر متحف للاثار الاسلاميه على مستوى العالم. في يناير 2014 تعرضت منطقه المتحف لهجمه ارهابيه دمرت واجهه المتحف واكثر من 170 قطعه اثريه من المقتنيات. بعد كده تم تجميعها وترميمها بأيادي مصرية إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2017. مسجد الفتح بحي عابدين واحد من أجمل المساجد اللي بتبرز فنون العمارة الإسلامية. ترميم المسجد شمل كل جوانبه علشان يرجع لصورته الأصلية، وفي 2020 أصبح جاهز بعد 3 سنين كاملة من الترميم. ده متحف المركبات الملكية في بولاق، أنشأه الخديوي إسماعيل في القرن ال19 عشان يكون في البداية جراج للمركبات الملكية. بعد كده اتحول لمتحف من أهم متاحف مصر السياحية. المبنى كان مهمل، كان تعبان جدا، لغاية الحمد لله ما اترمم وافتتحه السيد الرئيس في 31 أكتوبر 2020. المتحف ده يعتبر من أهم المتاحف النوعية في العالم. هنا قصر البرون، أحد الشواهد على تاريخ حي مصر الجديدة. أنا اسمي عنتر جابر كريم أحمد عبد الله، من مواليد أسوان، عندي 79 سنة. هنا أصلا خالي كان شغال طباخ العصر، وأنا كنت صغير معاه، وكنت عايش في العصر برضه. أول مرة دخلت هنا فيها، فأنا عايز أشوف اللي فوق إيه. كان في حفلة عندنا هنا، فانتهزت فرصة رحت طالع على فوق، هم كلهم تحت. طلعت أنا بقى فوق ونزلت كان تحت من خالي تحت.
لان ممنوع اطلع بقى فوق هنا. القرار الخاص بانقاذ هذا المبنى سنة 2017 بدأت عملية الترميم واستمرت لحد ما قام فخامة الرئيس بافتتاح المشروع عام 2020. عملية الترميم للمبنى التاريخي دوت انقسمت لمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو تدعيم الأساسات. بعد كده الجزء الثاني بقى اللي هو عملية ترميم العناصر الظروفية الموجودة. الاستخدام الآخر احنا عملناه معرض يحكي قصة تاريخ مصر الجديدة بالكامل. تم توفير 175 مليون جنيه لهذا المبنى لترميم المبنى وإنقاذه ثم إعادة تأهيله. عام 2020 تم تطوير ميدان التحرير، أشهر ميادين مصر المرتبطة بتواريخ خالدة في حياة المصريين. قريب قوي هيقدر كل زائر يشوف الطريق التاريخي العظيم، طريق الكباش. ولأول مرة متاحف آثار في شرم الشيخ والغردقة من أجل زوار المدينتين. بيحكي تاريخ الحضارات اللي نشأت على أرض مصر، والنهاردة يتم افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات. الأهرامات أشهر موقع أثري في التاريخ بعد فطويرة، والآن يترقب الجميع الإعلان عن موعد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم. فلنجمع تراثنا قبل أن يلحقنا الموت لنسلمه لأبنائنا. دكتور خالد العلاني، إزاي نشأت فكرة متحف العواصم؟ الفكرة نشأت من أكثر من سنتين لما السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مدينة للثقافة والفنون، وقال إن أول حاجة تتعمل فيها متحف. ما لقيناش أحلى من فكرة متحف عواصم مصر، بنحكي فيه أهم العواصم اللي مرت على مصر. نفسي طبعا نشوف بعين حضرتك كل الكلام اللي بتقول عليه داخل المتحف، بس حضرتك رفضت. لا، هي مفاجأة. المتحف ده مفاجأة كبيرة احنا محضرينها، هنخلي الضيف المصري والأجنبي اللي هيجي هنا في العاصمة الجديدة نقول له قد ايه ان احنا معتزين بتاريخنا وحضارتنا، وان أول حاجة أصبحت جاهزة بنسبة 100% النهاردة في مدينة الثقافة والفنون هي المتحف والمكتبة. ليه؟ لأن احنا قلنا العاصمة الجديدة تساوي دولة جديدة مبنية على العلم والثقافة والفنون. المصري طول عمره بنى شاطر، المصريين بيبنوا والبنى بيعيش آلاف السنين والأجيال. مصر بتبذل جهود جبار للحفاظ على آثارها لكل الإنسانية، في نفس الوقت بتبني الجديد اللي بيتعمل النهاردة يصنع التاريخ والمستقبل.